ورجعنا لكم وفقرة مهمة جدا، أتمنى إن أنتوا تركزوا، ناخد نفسنا، نركز في التفاصيل، لأن الفقرة دي الشيطان فيها يكمن في التفاصيل. بمعنى عندنا واقعة لو حصلت في أي دوري في العالم أو في أي اتحاد في العالم هي تهدد المسابقة بالكامل وتطعن في أي اتحاد أو في أي مصداقية لأي مؤسسة داخل الرياضة المصرية. ليه الكلام ده؟ تعتقد ان هو كلام مبالغ فيه؟ لان انت عندك لائحة خلفتها باشراك لاعب. بعيدا عن التفاصيل اللي هنستعرضها بعد كده، البعض يا اسامة ممكن يطرح سؤال موضوعي مهم جدا، يقولك النادي الاهلي في مباراة طلائع الجيش والزمالك مش طرف، انت بتتكلم ليه؟ مين قال ان هو مش بالظبط؟ انا هنيجي هنيجي نتكلم في نقطة مهمة جدا يا اسامة، وبرضه اسمع تعقيبك اكيد. يعني النادي الاهلي في مسابقة واضحة هو طرف فيها، عندنا نادي الزمالك جاء بيلعب في بطولة أفريقيا، اعترض على مباراة بين الترجي والمولودية وقدم شكوى وهو مش طرف المباراة التاني، فريقين بيلعبوا ولكن شاف إن هو تضرر بشكل ما فقدم شكوى، وإن كان ده شكوى في أمر ليس لوائحي وإنما أمر نسبي، أنا أشوف ممكن المباراة كان كده ممكن مش المباراة كده، ده شيء نسبي أنت بتفترض. طب النادي الأهلي هنا وضعه أقوى بمراحل لأن أنا عندي لايحة، الماتش الجاي للأهلي مع البنك الأهلي، هل ينفع النادي الأهلي يلعب ب14 لاعب قدام نادي البنك الأهلي ويكسب فيجي نادي الزمالك يحتاج يقول أنت خالفت لايحة، إزاي لعبت ب14 لاعب؟ فالنادي الأهلي يقول له لأ ثانية واحدة، أنت مش طرف البنك الأهلي هو اللي يحتاج؟ لأ، لأن اللوائح دي حاكمة ومنظمة للمسابقة بين جميع الفرق، لو خالفها طرف واستفاد منها بعكس الأطراف التانية يبقى كل الأطراف الأخرى لها حق تتكلم، متفقين ولا لا؟ ده بديهيات يا فارس، تمام. دي بديهيات، النادي الأهلي في مسابقة، المسابقة دي لا اتحاد كرة منظم للمسابقة وبيدير بالمسابقة، لما يخل بشرط من شروط المسابقة اللي هي في لائحته نفسها من حق أي نادي يعترض. أنا الغريب اللي أنا مستغرب له حقيقي إن نادي طلائع الجيش لم يتقدم بشكوى، بس هو انا عذره هيتقدم بشكوى لمين؟ شكوى لاتحاد الكره اللي هو هنستعرض عمل ايه مع نادي الزمالك في الموقف ده. لكن خلينا في موقف النادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده بيرسل خطاب لاتحاد كره القدم بيعترض على اختراق اللوائح اللي حصل في اشراك لاعب من نادي الزمالك وهو سيف فاروق جعفر. الاهلي يخاطب اتحاد الكره ويطلب تنفيذ اللوائح بشان مشاركه لاعبي الزمالك الموقوفين في المباراه او في المباريات. ده فارس موقف النادي الاهلي، وده الواقع بتاعت اشراك سيف فاروق جعفر. البعض بيستند على تصريحات لرئيس الاتحاد والبعض بيستند على تصريحات اخرى، وخطابات بتظهر وقت الحاجه وخطابات بتطلع وقت الحاجه. هنتكلم عن الموضوع ده برمته كلها، لكن لما نشوف اصلا فيديو في وقت زي ده بيطلع ايضا يتحدث في قناه نادي الزمالك عن فكره معنى اللوائح وتفسير اللوائح ايه، نشوف الفيديو ده ونرجع نستعرض بقى الازمه. ده يرجعنا لنفس الفكره، يعني ايه لائحه؟ بجد انا فعلا انا بسال، يعني انت حاولت تلعب دور الطرف الاخر، يعني ايه لائحه؟ اللائحه هي لا طول عمري من يوم ما انا اتفرجت على كوره لغايه اللحظه اللي انا قاعد بتكلم معاك فيها دي، اللائحه هي ما يريده الاهلي وتعدل بما يتوافق مع قد يريده الاهلي وتلغى اذا ادت الى غضب عارم لدى جمهور الاهلي. انا مش عايز اقول كلام على لسانك يعني او كلام على لساننا، بس هي بلين اند سمبل، الموضوع بسيط. انت بجد بجد مصدق اللي انت بتقوله؟ لا يعني حقيقي حقيقي لو انت وقفت قصاد المرايه وقلت الكلام ده وبصيت في عينيك في المرايه هتصدق اللي انت بتقوله؟ اعتقد لو صدقت اللي انت بتقوله اعتقد انت هتبقى في ازمه كبيره جدا، لان اللوائح عمرها ابدا ما بتبقى بالشكل ده في وقائع تاريخية. لسه احنا في واقعة النهاردة سيف فاروق جعفر بيتم عقوبته وبيتم ايقافه وبيصدر خطاب من اتحاد الكرة بيخترق فيه اللوائح وبيتعرض، نعرض الخطاب على شاشة وبيتقول فيه ان اللاعبين دولت خلاص تم رفع الايقاف عنهم، اللي هم مين؟ احمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين وعمر ياسر كمال. ده خطاب طالع من اتحاد الكره، بغض النظر الناس اللي اتكلمت عن فكره صادر يوم 20 ودي يوم 9، لا ممكن تكون يوم 20، انا مش هتكلم في فكره التواريخ والكلام ده لان الخطاب في حد ذاته هو الكارثه في حد ذاتها، لان اللعيبه دي موقوفه وفقا للائحه.
نستعرض اللائحه، بس قبل ما نستعرض اللائحه لازم نعرف هو الخطاب ده طلع ازاي يا فارس. بالظبط، الخطاب ده طلع ازاي. هنا يا اسامه الكلام، انت فجاه عندك لائحه هنستعرضها زي ما انت قلت، بتلاقي اتحاد الكره بيطلع بقرار بالسماح لهم بالمشاركه. طب ده بناء على ايه؟ هو ده اللي محتاجين نعرفه. ايه السند يا جماعه؟ اللوائح المنظمه لا اجتهاد في وجود نص، عندنا النص بيقول كذا، لو النص يسمح خلاص بقى، لا كلامي ولا كلام اسامه ولا كلام عفيفي ولا كلام اي حد، عندنا لائحه. لو ما فيش لائحه خلاص نقبل الاجتهاد، هنعرف اللائحه بتقول ايه، ولكن الاول نشوف الموضوع كان بيدار ازاي بلسان كابتن فاروق جعفر والد اللاعب، عشان نقدر بعد كده نعرف هل الناس مشيت على اللائحه ولا لا. نطلع ونشوف الفيديو. سيف موقوف ازاي يلعب برضو عشان نطمن الزملكاويه طبعا طبعا، ونطمن جمهورنا وحبايبنا ان الجواب ده جه النهارده كابتن خالد لنادي الزمالك. لنادي الزمالك عشان كده سمح بالظبط. وانا كلمت النهارده وانا هبعته دلوقتي الكارم عشان ينزله على كلمت احمد مجاهد وفعلا يعني كان عنده استجابه عاليه جدا، يعني بغض النظر يعني بقى عن اي حاجه اهو يا كابتن، هبعته لمحمد كارم وخلاص كلمته طلعونا عند كارم على وانا مع التليفون بعت الجواب للنادي المسموح للعيبه اه كابتن الجواب معايا طيب ابعت. المهم يعني انا عايز اتخيل كل القصه اللي حصلت مع كابتن سيد عبد الحفيظ، عشان كان بيقول ان همسح الرقم همسح الرقم، ده كلام مباشر ما بين كابتن فاروق جعفر بيتكلم مع رئيس الاتحاد. على فكره مع احترامي ليك، رئيس الاتحاد مين؟ هو رئيس الاتحاد ايه علاقته بالموضوع؟ بالظبط رئيس الاتحاد اللي بيشوف اللائحه ايه. حضرتك عندك بيان او عندك شكوى مقدمها للجنة المسابقات بتفصل في الموضوع، ومش بالتليفون ومش باتصال، الموضوع ملوش علاقة باتصال، انت بتاخد اجراءاتك القانونية وبترد عليك ايماء الى خطاب نادي الزمالك تم الموافقة على كذا كذا كذا، انما ايه فكرة ان انا بكلمه والراجل مشكورا خلص وعمل وبتاع. كمان هنقف عند ده؟ مش ده اللي هنقف عنده. لا لا لا، الاهم شفت هم بيحاولوا خلاص، المهم المهم كابتن طارق يحيى وكابتن خالد غدور، ما يعني ما تقولش كلام اكتر من كده يورطنا، لكن مش دي الفكرة. الفكره ان فارس بيتكلم فيما هو المفترض يكون كائن، لكن الحقيقي على ارض الواقع اللي عمله الكابتن فاروق جعفر ده هو اللي بيحصل مع الباشمهندس احمد مجاهد في الفتره الحاليه، وفي اي فتره بيديرها بيكون علاقته مع نادي الزمالك بالشكل ده. وهنستعرض الكلام ده، لكن لما نشوف الزمالك استند اصلا على ايه في فكره طلب الخطاب للعيبه موقوفين، استند لتصريح الباشمهندس احمد مجاهد. عاشور في نهايه العقوبه خلاص، اتمنى بس ان نادي الزمالك كما كان حريصا الفتره اللي فاتت على انه يعني يدافع عن الولد، يسدد الغرامه وفي الاخر يبقى يسويها مع الولد من الفلوس عشان يقدر يلعب على طول. وعنده خمس لاعبين الشباب برضو مدتهم انتهت خلاص، باقي لهم الغرامه فقط، مجرد سداد الغرامه يقدروا يلعبوا من اول الماتش الجاي، يعني الزمالك عنده مباراه يوم 20 يقدروا يتواجدوا فيها سواء احمد عيد او سيف فاروق جعفر او خلافه، بمجرد سداد الغرامه مفيش مشكله ان شاء الله. هذا التصريح يخالف لوائح اتحاد الكره اللي موجود على رئاستها الباشمهندس احمد مجاهد حاليا، تصريح خارج نطاق اللائحه. الاهم من كل ده ان هو قال ان نادي الزمالك مطالب ان هو يسدد المبلغ. هنفترض ان مفيش لائحه وان اللعيبه موقوفين واللعيبه من حقها انها تشارك، هل نادي الزمالك دفع الغرامه؟ ده سؤال لازم نطرحه. هل في ايصالات زي ما اتحاد الكره بيطلع خطابات يطلع لنا الايصالات ان نادي الزمالك دفع الغرامه قبل ما يلعب سيف فاروق جعفر؟ هتقول لي انت ليك في ايه في ده وتسال السؤال ده ليه؟ هقول لك ليه اسال السؤال ده، لان اصلا وقت اصدار العقوبه حصلت حاجه ما بتحصلش غير في الاتحاد المصري للاسف لكره القدم، لما تطلع عقوبه وفي بيان العقوبه موجود كمان الاستئناف، وده كان تاريخ 13 ابريل. لو نستعرض بيان اتحاد كره القدم على الشاشه، ده كان تاريخ 13 ابريل، الانضباط بوقف عاشور ونادي الزمالك بيتقدم باستئناف، ازاي ما تعرفش؟ يبقى ده تم عن طريق تليفون، هل زي ما كابتن فاروق جعفر عمل تليفون، حصل تليفون مع اداره الزمالك انتوا هيطلعوا ايقافات فطلعوا استئناف عشان نعمل لكم الاستئناف ده يوقف قرار او تنفيذ العقوبه؟ ده اكيد اللي تم. ليه بقى؟ لما حصلت ازمه امام عاشور واتقال اصل امام عاشور ما قدمش هو الاستئناف بنفسه ونادي الزمالك اللي قدم استئناف نيابه عنه، طلع الخطاب ده خطاب من اتحاد الكره يا فارس او من نادي الزمالك. شايف التاريخ يا فارس كام؟ 16
احنا عرضنا بيان اتحاد الكره كام؟ 13. ما شاء الله اتحاد الكره عنده قدره ان هو يستكشف ان نادي الزمالك هيبعت الاستئناف قبل ما نادي الزمالك يبعته ب 72 ساعه. بالنيات بالنوايا، استئناف بالنوايا. على نياتكم بجد والله، استئناف بالنوايا. يعني انا شامم ريحه استئناف مبعوت لي في الطريق من 72 ساعه. كمان عندنا خطاب اتحاد كره القدم في الرد على الاستئناف ده بتاريخ 17 ابريل، يعني بيؤكد ان خطاب نادي الزمالك طالع او استئناف نادي الزمالك 16 ابريل، وهو ده اللي بيخلينا او بيدفعنا للتساؤل، هل بالفعل الامور تدار لوائحيا؟ لو الامور تدار لوائحيا طب احنا معانا اللائحه ومعانا اللي تحسم الجدل في هنا بقى القول الفصل. يعني هنا بقى القول الفصل في ايه؟ انت يا اسامه اتكلمت فيما يخص السداد او فيما يخص تاريخ الخطابات، كل ده حاجات مبنية على خطأ إجرائي أنت متشكك، إنما بقى إيه؟ لا اجتهاد في نص، دي قاعدة ما فيهاش كلام. النص اللي هو إيه؟ النص اللي هو اللائحة. اللائحة بتقول إيه؟ نستعرض بقى اللائحة ونقول مشاركة سيف جعفر باطل باطل باطل. اللي هي بند 2. البند 2 بيقول إيه؟ اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة المراحل السنية بطولات الجمهورية الشباب الناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف، يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة، في نفس المسابقة الموقوف فيها، ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية بطولات الجمهورية دوري القطاعات إلا بعد انتهاء نقف عند إلا شوية بالظبط قالوا له لا إلا بعد انتهاء المسابقة الموقوف فيها. هنا بشكل واضح في لائحة بتقول فإذا إيه بقى الحتة دي؟ انتهت المسابقة، إذا انتهت المسابقة وتم تصعيده بالزبط. يبتدي يعد طيب مباريات. ده تفسيره إيه؟ يعني أنا لو عندي سيف فاروق جعفر موقوف في المسابقة بتاعته تحت، الأصل في الأمور إنه هو ما يقدرش يلعب في أي مسابقة تانية غير مسابقته. إمتى بقى كان الموضوع يبقى صح؟ لو المسابقة انتهى. الله ينور عليك يا أسامة، المسابقة فضل الله إيه؟ في مباراة يوم 26 مايو، اتحاد الكرة بنفسه هو اللي محدد موعد المباراة دي، وبالتالي مشاركة أي لاعب أو من الخمسة اللي موقفين في المراحل السنيه دي قبل يوم 26 مايو هو مشاركه باطله، وعليه مفترض نقاط المباراه تروح لطلائع الجيش يا فارس 3-0. انا عندي وجهه نظر مختلفه شويه في الحته دي، لان الخطا هنا من اتحاد الكوره، حصل نفس الخطا في الكاف واتبعت من سكرتير الكاف لنادي الزمالك في ماتش جنريسيون فوت والمباراه اتعادت. هي دي، انا عشان نبقى امناء كنت هقول لك المباراه طبيعي لازم تعاد، بما ان الخطا اجرائي من اتحاد الكره. نادي الزمالك هيقول لك بغض النظر عن التليفونات ودفع وما دفعش، احنا عارفين الامور بتمشي ازاي، ولكن في النهايه في خطا في تنفيذ اللائحه الموجوده، ده لازم يتم التصعيد فيه. واعتقد نادي طلائع الجيش لازم يلجا لاتحاد الكره، لو رفض ياخد الورق ده ويروح على المحكمه الرياضيه، خاصه يا فارس ان اساسا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك له تصريح واضح جدا، نفس تصريح وقت نفس يوم تصريح الباشمهندس احمد مجاهد. نطلع نشوف تصريح، هنطلع ونشوف التصريح اللي اسامه بيقول لكم عليه للاستاذ عمرو الدردير وهو بيخلص الليله، ونشوفه ونرجع نعقب بسرعه. المفروض ان اتحاد الكره اعلن مباراه فاصله بين الاهلي والزمالك مواليد 99 يوم 26 مايو. كان معانا الكابتن طارق يحيى امبارح وقال ان هو هيطلب من اللجنه الثلاثيه ان انتم ما تلعبوش المباراه، هل هناك جديد في الامر؟ والله هو لسه ما فيش جديد في الامر، لكن يعني ما فيش قرار رسمي من مجلس الاداره في هذا الموضوع، لكن عمليا في صعوبه شديده انك تلعب المباراه. اولا انت عندك 8 لاعبين او 5 لاعبين موقوفين في المباراه، او 7 لاعبين موقوفين في المباراه دي، فبالتالي انت هتلعب بمين؟ يعني المتحدث الرسمي نفسه للنادي شايف ان اللعيبه كانوا هيبقوا موقوفين، ولكن اعتقد مكالمه كابتن فاروق جعفر كان لها مفعول السحر. لا، والاستاذ الباشمهندس احمد جاب بيتبرع حتى في الفكره دي في خدمه نادي الزمالك، والحقيقه القصه ما كانتش بس عند المتحدث الرسمي، ده في ناس بتقول لك طب ما هم يمكن فريق اول وتصعدوا فريق اول. الحقيقه في قناه نادي الزمالك خالد غندور قال ان اللعيبه دي او 3 لاعبين من الخمسه دول، وكان بيسال نفس اسئلتنا ازاي اترفع عنهم الايقاف وهم مش عاملين عقود مع الفريق الاول. نشوف فيديو من قناه نادي الزمالك. تحت لو مرتبط بتحت يبقى العب فوق عادي، لكن لو الاثنين مع بعض يبقى السته هنا السته هنا، لكن ما عملش كوكتيل. لا مفيش حاجه اسمها السته هنا السته هنا، اللي حصل فيه الفعل هو اللي يتم الايقاف اللاعب. لا، المسابقه مرتبطه. ايوه، اللي حصل بيه الفعل الست الماتشات يتاخدوا في مواليد 2001. لا بس ما ينفعش العب فوق. ايوه موافقك. حلو،
بس خلص الستة في 2001. لو خلصوا لا لو خلصوا في 2001 هلعب فوق وهلعب في 2001 تمام. طيب انا اصلا عايز اطلع فوق، لو خلصوا المفروض فوق ده الصح. انت بتكلمني لو خلصوا فوق العب فوق، لان انت منعتني من اللعب فوق بسبب ايقاف ست ماتشات. طب انا عندي انا محتاجه. طب خلاص يقعد ست ماتشات فوق ويلعب بعد ست ماتشات. كده معنى كده، لان معنى كده ان انت افرض انت مثلا ال 2001 ده انا موقوف ست ماتشات صح، المسابقه فاضل فيها ماتشين والموسم ينتهي وفوق لسه ما خلصش، ما ينفعش اطلعه استنى الاربع ماتشات بتاع السنه الجايه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. ده يبقى غلط، ده يبقى فاتي. طب ما هسألك سؤال، افرض 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 انا ما بلعبش فريق اول. لا ما خلاص ما كده كده ما بتلعبش فريق اول، هتستنى السنه الجايه عادي. هتستنى السنه الجايه؟ ده طبيعي. ده طبيعي لانك انت ما بتلعبش فريق اول. طب ما انت لكن انا بتكلمك لو احتاجتك في الفريق الاول. طب الأول. انا بسأل جماعه انا الراجل ده هيلعب معايا. انا عندي ثلاثه ما بيلعبوش فريق اول. خد بالك عشان اتحسب لهم خد بالك بس عشان انت تلعب فريق اول لازم تعمل عقد برضه. الناشئ ده بيعمل عقد. فالعقد ده يعني انت عقد متوثق فتلعب فريق اول يعني، لان انت مش هينفع تلعب يعني فريق اول. اللعيبه اللي هم بيقولوا ان الايقاف اتشال من عليها دول مش في ثلاثه مش عاملين عقد. طيب يبقى ده مش هيلعب درجه اولى. لا قال لك هيلعب خلاص متحسبوا من ايقاف من الدرجه الاولى. ما ده مش لازم عامل عقد. لما انت ما تنفعش تلعب ولا لما يعمل عقد فريق اول. طب ازاي انا يحيى المفتاح ده وسيد دول مش عاملين عقود اللي اتوقفوا؟ ما خلاص مش هيلعب. لو جه يلعب يا باشا حسبهم. لا حسبوا حسب له الايقاف يلعب. ما اسمعك بس، لو جه يلعب هيتعمل له عقد. تمام العقد يتوثق يبدا يلعب. انا حسبت لهم الماتشات اللي موقوفه من الفريق الاول وهم مش معمل لهم عقد، يبقى ايه بقى؟ ما اعرفش. يبقى هو عامل حسابه ان لو اتعمل عقد مثلا ما طب اهو. انتوا متخيلين التضحيه في اختراق اللائحه من قبل رئيس اتحاد الكره او رئيس اللجنه الثلاثيه الباشمهندس احمد مجاهد؟ بترن في ودني جمله انا اكتر حد خدمت نادي الزمالك. قناه مستشف. نادي الزمالك نفسها مستعجبه ازاي اللعيبه دي يترفع عنها الايقاف، ولو انت رفعت عن ناس مقيده في فريق اول ازاي رفعت عن ثلاثه ما لهمش عقود مع الفريق الاول؟ احنا في كارثه حقيقيه. وفي ناس تيجي تقول ازاي النادي الاهلي ما يتدخلش؟ ده النادي الاهلي يتدخل ويتدخل ويتدخل، لان ده اختراق للوائح واضح جدا صريح جدا. اتمنى تكون الامور وصلت. وزي ما قلنا وهنختم الفقره دي بان اللائحه واضحه، في مباراه يوم 26 مايو اتحاد الكره اللي محددها، ما كانش اي لاعب من الخماسي يقدر يلعب اي مباراه الا لما المباراه دي تلعب او بعد المباراه دي.